في حماك ربنا، في سبيل ديننا لا يروعنا الفنا، فتولى نصرنا. نحن عصبة الإله، دينه لنا وطن، نحن جند مصطفاه، نستخف بالمحن ولنا الكتاب جاه، نهجه هو السنن فلنعش على هداه، سادة أعزة أو لمت له فداء. دي الأغنية دي ساحة الفداء، دي الأغاني اللي عاش جيل من السودان بيسمعها لمدة عقدين من الزمان، صدعت رؤوسنا، سمعناها في كل مكان، في المدارس، في الطابور، في التلفزيون، في ساحات الفداء، في المذياع، حتى في المواصلات العامة، في كل مكان. وفجأة ومن دون مقدمات اختفت هذه الأغاني من الساحة، افرنقعت بسرعة برقية. فيا ترى ما سر هذا الاختفاء المفاجئ؟ وهل أصبح أسود الغابة أسود الغابة الضارية؟ هل أصبحت كلاب الغابة الضالة؟ أم أن الفن الذي لا يروعنا كما تروعنا المحكمة الجنائية الدولية؟ ماجستير الأمن الدولي في جامعة بريستول علمني إنه دراسة الأمن ما بتقتصر على دراسة المعالم البارزة للمشاكل الأمنية، يعني الأشياء الواضحة للعيان خصوصا في الحروب العرقية، ولكن في دقائق من الأمور، خفايا، أشياء صغيرة بنستتفها بنحتقرها، جرثومات صغيرة هي الأساس وهي المحرك والدينامو للمشاكل الأمنية. فكان لازم إنه أنظر للسودان من خلال الميكروسكوب، واخذت الميكروسكوب بتاعي ده ورجعت به لسنة 2003. 2003 زمن الزهور، كان عمري 17 سنة، عهد المونة قبل الصلاة يعني. فالإنقاذ زج بينا في معسكرات الخدمة الوطنية وقال لنا أنتوا عزة السودان سبعة، وأنتوا أسود الغابة الضارية. ولبسنا ثياب أسود الغابة الضارية، وجرينا ضاحيات، وضربنا سلاح، وبقينا داخلين نهاجم في شوارع الشجرة وجبرة ونكورك زي المهاويس. سري لواء تقل لواء تقل، وحوش. انتقلنا من كائنات بريئة تحت عمر ال 18 سنة أطفال إلى وحوش. سؤالي في البحث هو بصورة ميكروسكوبية، ما هو الشيء الذي جعل هؤلاء الشباب الأبرياء يشجعون هذه الأجندة العسكرية؟ وإيه اللي خلى شباب قبلينا يخلوا ينسوا نصيبهم من الدنيا ويمشي يبحثوا عن الحور العين في أدغال جونغولي في الجنوب؟ ده كان سؤال البحث. وفي الحقيقة قلت لازم يكون في خطاب سياسي وراء هذا التجيش، ما هو نوع هذا الخطاب؟ ونظرت في الخطاب السياسي ولقيته خطاب إيراشونال، ما راشونال، ليس خطابا عقلانيا البتة. الإنقاذ لم تخاطب عقول الشباب بل خاطبت عواطف الشباب، وبصورة ثانية بلغة أكاديمية الإنقاذ استخدمت سيمبوليك بوليتكس، سياسات رمزية كما يسميها البروفيسور ستيوارت كوفمان. ما هي السياسات الرمزية؟ حاجات صغيرة. خلونا نشوف الحياة دي. الكاكي، الزي المدرسي. لماذا شباب عمرهم 14 15 16 سنة يمشوا المدرسة لابسين كاكي عسكري؟ ليه؟ إذا ما كان ده نوع من التجهيز السايكولوجي ليهم لمستقبل في ساحة الفداء هناك، إذا ما كان ده نوع من دغدغة العواطف وتحسيسهم بأنه العمل العسكري هو عمل يفوق في مقامه وفي سموه كل الحرف والمهن الثانية الفارغة. ونمرة اثنين، هنا تعريب التعليم. هل من العقل والمنطق أن يعرب التعليم في ظل انحطاط اللغة الإنجليزية عند الطلاب وارتفاع أعداد البحوث العلمية باللغة الإنجليزية؟ أين العقل والمنطق في ذلك؟ إن لم يكن ذلك تأكيد لأن الهوية العروبية الإسلامية هي الهوية التي تعتلي قمة الهرم، سياسة رمزية.
السياسة الرمزية الأخيرة سياسة النشيد. السودان تفجر بالنشيد في كل البقاع والأماكن، في ساحات البداء نسمع يلا يا أخواتنا جاهد، وبنسمع والرزام للزامة الثقيلة والحارة بنخوضة، وأنتوا بتتذكروا الحياة دي كلنا بنتذكرها. لكن فجأة اختفت الأشياء دي، ونظرا لظروف جيوبوليتيكية سياسية احتاج الإنقاذ لأنه يدعم سياسة سلام. فهل تنازل عن السياسات الرمزية؟ نو. أعاد استخدام نفس هذه السياسات الرمزية لكن في الاتجاه المعاكس تماما. يعني بقى برنامج عزة السودان بقى يتحدث عنه وكأنه برنامج تكنوقراطي. أيوة نعم هو فيه جانب عسكري لكن هو معظمه لتعزيز الروح عن هؤلاء الشباب، وفيه برنامج مصاحب، وما بقى يتحدث عن برنامج السودان كأنه برنامج لإنشاء أسود الغابة. البشير المستعرب المعرب يستغنى عن البزة العسكرية وعن جلباب البهاء الجعلي، ونزل لجوبا لابس ريش النعام وماسك الحراب الأفريقية. وبعد كده طبعا أسود الغابة اختفت، والقرود اللي بتنزع الألغام من المناطق الحروب ده كله اختفى، وبقينا نشوف محمود عبد العزيز يغني لنا في قالوا لي سره وأهلي الدينكا الحنان. أسد الدينكا بقوا أهلي وبقوا حنان. يبقى الإنقاذ استخدم السياسات الرمزية بالاتجاهين، صعد بها الخطاب وخفض بها الخطاب، واستخدم النشيد والموسيقى نظرا لعب. ذكي جدا الإنقاذ في الاتجاه ده، استخدم الموسيقى للتجيش ولإزاحة التجيش والتخفيض. لكن هل نحن الوحيدين اللي عندنا موسيقى مسيسة في البلد؟ موسيقى مسيسة everywhere. الحصار الأخير على قطر غنوا لهم علم قطر. في فرنسا استخدمت الموسيقى ضد اليمين المطرف ماري لوبين. في اليو اس كلينتون دعمت حملة الديمقراطيين ببيونسي. في اليو كي هنا جيريمي كوبين مشى مهرجان غلاستونبري. الموسيقى مسيسة في كل مكان. لكن الاختلاف في السودان انه يا اخي والله نحن لا عندنا مستوى التعليم بتاع يو اس، ولا عندنا مستوى التعليم بتاع يو كي، ولا عندنا مستوى التعليم بتاع فرنسا. التعليم السليم القوي بيدينا الحس الناقد، وبيلغي مننا الطريقة التنميطية في هذه الأشياء، وبيخلينا نستخدم العقل أكثر من العاطفة. فنحن السياسات الرمزية بتمشي فينا أكثر من الفرنسي والأمريكي، نحن بتشتغل فينا والإنقاذ يعلم ذلك. طيب الحل شنو؟ الحل هو نصلح التعليم. ما هو التعليم الجهة اللي بتصدر السياسة الرمزية دي هي الماسكة التعليم، وهي المستغلة التعليم في السياسات الرمزية دي. ده الوكيل الحصري للتعليم، احتكروه خلاص كده قفلت وكرنا، ما في تحرك تاني. لا، في قنوات بديلة. وأنا من خلال بحثي ده الحمد لله جاب امتياز في الجامعة، من خلال بحثي ده بأزعم إنه واحدة من القنوات البديلة اللي ممكن تفتح مساحة جديدة خارج عن القنوات الرسمية وتخليني نتعرف مع بعض وننشئ ثقافة سلام جديدة هي الموسيقى. وأنا يمكن زعمت الزعم ده أكاديميا، لكن صدقوني فرقة ناس جوطة زعموا الزعم ده قبليني بالمزيكا، وقالوا لا للملتوف، وقالوا حنحرر البلد بالمايك ما بالبندقية. اسمعوا ناس جوطة. طيب يا اخوان انا حسرع سريع لانه الجماعه دي ساكنني. سريع نموذج سامبل. قولوا له عليكم مره ثانيه خلوه فاين، لكن برضو والله ما عندي اكثر من 5 دقائق، ما عندي اكثر من 5 دقائق. طيب نموذج محمود عبد العزيز يا اخوان. محمود عبد العزيز شخصيه اجتمع على حبها السودان، جمع حوله مجموعه تسمى بالحواته. الحواته ديل اللي اقتحموا مطار الخرطوم لما جثمانه جاء من الاردن، والحواته ديل هم اللي اليوم الليله بيملوا استاد الخرطوم عن اخره في حفل تابينه اللي بتشتغل كاريوكي بس مزيكا له. هؤلاء الحواته، مزيكة محمود عبد العزيز خلقت مساحه للحواته، مساحه من الحب والتواصل بعيد عن القنوات الرسميه، وخلتهم يتنادوا بودبوي
الحوات الأصيلين أولاد محمود الجد بتنادوا بيودبوي، اتناسوا حدود الدين والعرق واللكنة واللهجة واللي بتنادوا بيودبوي. وليه محمود جمع الحشد ده؟ وكيف قدر خلق القناة اللي ما قدر التعليم ذاته يعملها؟ ليه؟ أنا أقول لكم ليه. لأنه محمود عبد العزيز الحوت غنى للسودان كله. محمود عبد العزيز غنى للجنوب. ومحمود عبد العزيز غنى للوسط وللشمال. ومحمود عبد العزيز غنى للغريب الحبيب. وغنى للشرق وكسل الحبيبة. محمود عبد العزيز غنى للسلام في الشمال وفي الجنوب وفي كل مكان. دايركم تصفقوا أنا. ختاما، السودان، السودان زهرة فواحة رحيقة جميل وعبقة فواح وأخاذ للنفوس، لكنها زهرة أزبلت، وبدل ما تطلع رحيق بقى تطلع سموم، والسم بقى ينتشر من زهرة لزهرة لزهرة. أزبل البستان ومات السودان، وتحاربنا وكاتلنا بعض في الدين وفي العرق في الشمال وفي الجنوب. السودان مشاكل السلام فيه ما بحلوها السياسيين اللي بتفاوضوا في الفنادق، ولا حتى المعارضين المخندقين في الخنادق. مشكلة السودان بنحلها نحن لما نصنع قنوات بديلة نقدر من خلالها نتصدى للتعليم وللدين الأحتكر، نتصدى للتعليم والدين الأحتكر في زرع البغض والكراهية، زي ما الحواتة بيجوا يقولوا لبعض ودبوني. إحنا برضو ممكن بالمزيكا نرجع لإنسانيتنا لآدميتنا ونحب بعض، وحين وقت ممكن نبني وطن واسع وطن شاسع ونغني مع بعض. حنبنيه حنبنيه اللي بنحلم به يوماتي، وطن شاسع، وطن عاتي، وطن خير ديمقراطي. شكرا جزيلا يا جماعة. معلش يا جماعة، يعني ما قصدي كده والله، ما قصدي، لكن ده بورينا ان احنا بس بنحب بلدنا كيف، وللناس اللي سامعينا من برا كلنا بنحب السودان. لو عندكم اي اسئله يا جماعه لان انا منهار والله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا خالد العيسر، بدايه ندعوكم ان نقف جميعا ونصفق مره اخرى للاخ محمد. لن يكون هناك، تفضل، شكرا جزيلا، لن يكون هناك أفضل من هذا الأداء الرائع أخ محمد، ولقد لمست في نفوسنا الكثير جدا من الأشجان،
والحنين إلى الوطن والدفاع عن السودان بوسائل مختلفة. ربما كان لدي الكثير من التعليقات حول الأداء الأكاديمي لهذه الأوراق التي قدمت، ربما لحقت جزء قصير منها، ولكن الأخ محمد استدعت الذاكرة معه بعض البرامج التلفزيونية القديمة، وأنا رجل إعلامي، برنامج صور شعبية، وكان مساحة لتناقح الأفكار والوجدان السوداني حول بوتغة واحدة أساسها الموسيقى والطرب. الطيب محمد الطيب عليه رحمة الله كان لديه برنامج شهير، ربما بعض الشباب هنا لم تتوفر لهم الفرصة لمتابعته، ولكن الأخ محمد لمس في نفسي وفي نفوسكم جميعا أكاد أزعم وتر حساس جدا، وأنا أحييك على هذا الوتر، وأنت بكل تأكيد لامست أشياء مهمة جدا في الوجدان السوداني، وأهنيك مرة أخرى بأن التغاء الوجدان السوداني لا يتم عبر السلاح واستخدام الأساليب القمعية وتحشيد الناس بشعارات دينية لا تمت للواقع الإسلامي بصلة ولا للسياسة بأي صلة، بخلاف أنها تخاطب أجندات لفئة ضالة من البشر شاءت الأغدار أن تحكم السودان لفترة من الزمن، ولكنها بإذن الله إلى زوال وإلى مزبلة التاريخ. أنا أستطيع أن أطمئنك، لا تحزن لا تبكي، السودان سيعود مرة أخرى بإذن الله تعالى. أحييك وأحيي كل الذين تقدموا في أوراق أخرى. لدي تعليقات أخرى ربما سأتي إليها لاحقا. شكرا لك. سؤالين يا جماعة. السلام عليكم. فاطمة فاروق الشيخ، نائب المندوب المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي. أنا الحقيقة في زيارة. فاطمة فاروق الشيخ، نائب المندوب المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي. أنا سودانية دايوسبرا لكن ما في لندن، يعني في لندن في جيت في بيزنس تريب، وحصل لي شرف إنه أنا يعني أنتهز الفرصة وأنضم للجمع الكريم بتاعكم، وشكرا يعني فرصة للاستنارة. الحقيقة البرزنتيشن بتاعك يا محمد أثار فيني شجون تجاه قضية يمكن بتواجه السودان من السيمبوليك ايديولوجي بتاعت البريفنشن اوف فايلنت اكستريميزم، اللي هو ده التحدي الحالي اللي بيواجه الشباب في السودان. يعني احنا شئنا او ابينا احنا مرت علينا المرحلة بتاعت الانقاذ بكل المداخلات السياسية بتاعتها، لكن حاليا الشباب السوداني في مشكلة لانه استخدام الموسيقى حتى بقى مطبع، يعني ما كل الناس بتقبل انها تسمع الموسيقى لانه بقى في راي ديني على راي اسلامي في انه الناس تسمع الموسيقى. يعني السودان الليلة الجنريشن احنا بنتكلم عنه جنريشن جديد، واحنا كان عندنا توثيق في فيلم وثائقي وبدعوكم كلكم انه تشوفوه اسمه ايمان، عملوا المجموعة من الشباب السودانيين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تطرق فيه لموضوع التطرف وكيف إنه الإنسان بيتغير التفكير حقه. فأنا ما عارفة من ناحية الدراسة بتاعتك، لأنه الحوات هم بيمثلوا ابن البلد الأصيل. محمود غير إنه كان موسيقي، محمود كان بيمثل الريسبونسبل تشاريتي. محمود لما مات مع إنه كان دخله كبير جدا ما كان عنده بيت، كان كل الدخل بتاعه بيصرفه على فئات مستضعفة يعني في المجتمع. احنا ما حيطلع عندنا سيمبوليك ريزون لمحمود تاني صحيح، لكن في مشكله كبيره. انا ما عارفه انت من ناحيه بحثك هل لاقتك حكايه التطرف دي او تطرقت ليها، ولا اكتفيت بس بالموضوع بتاع الفتره بتاعت الحقبه الزمنيه بتاعت تغير الانقاذ. شكرا على البحث الممتع جدا. بالنسبه لموضوع التطرف، انا ما عارف بتكلم عن اي تطرف. انا ما كنت بعني التطرف الديني باي شكل من الاشكال. التطرف طبعا هو المبالغه في شيء يعني لغه واصطلاحا يعني. لكن انا قصدي هنا بالتطرف، التطرف في تأييد السياسات الحاليه. يعني هم بهذه السياسات الرمزيه اللي انا وريتكم لها عرفوا كيف يحركونا من اننا نكون متفرجين لاننا نكون مؤيدين، وبعد كده نبقى انه مؤيدين يعني زي ما بيقولوا دوغماتيك شديد. فده التطرف اللي هو راديكاليه، لكن يمكن ايوه طبعا الدين بيلعب فيها دور، لكن انا هنا ما بتكلم عن الراديكاليزيشن او التطرف بمعناه اللي بتسمعوه في الاعلام ده داعش والتطرف الديني وكده وكده، لا انما هو تطرف سياسي. شكرا. Last question. السلام عليكم. Good afternoon. طبعا انا هعمل a little bit of code switching now that I've learned the new term. أول حاجة أنا زي ما كل الناس قالت بحب أحييك برضو على طريقتك بتاعت البرزنتيشن. أنا اسمي رزاز. أولاً رزاز دي بتعمي، فلو قلت أي حاجة غلط أو نو أوكي.
الحاجة الثانية أنا شايف إنه كل الناس تأثروا وكان شوية حزينين بالبرزنتيشن والحياة ال أنت you persuade يعني في البرزنتيشن دي. أنا ما حزينة because there are people like you because you're creative because you are putting you know across a very strong message and that means hope. لأنه I think we know all of us إحنا عايشين هنا لما نرجع السودان we can see how distracted youth are distracted by media, distracted by everything that's happening, which means إنه ال messages حتى جاية في ال الموسيقى الجديدة absolutely means nothing يعني, which is quite sad. And I think listening to your point of view as well, معلش ما I didn't catch your name. Sorry, Fatma, معلش I didn't catch your name. فlistening to your point of view, أنا كنت والpresentation بتاع محمد, I was thinking إنه في غياب بتاع role model, صح؟ It sounds like إنه the youth distracted, لأنه في غياب بتاع role model. It seems like إنه محمود عبد العزيز was one, definitely indeed. ف of course لو الحكومة the current government is not actually pursuing that يعني أو providing that idea and that image, يعني where do you think of course we're gonna get it from? Okay, تمام. أعلق سريع على الجزئين من السؤال أو التعليق. أول شيء كلامك الأول العنيد أنا حادخله في إطار كسير التلج وما حاشتغل به كثير. الحاجة الثانية اللي هي اتكلمت على إنه ساعد إنه ممكن الريسيرش دي تمشي كده في مياه البحر وتروح زي ما 100 ريسيرش قبلها مشت وده يكون مجهود انتهى. الكلام ده صح, عشان كده انا قبلت قلت انه الحياه دي كيف ممكن تكون ابليكابل في الواقع. املنا الوحيد انه تكتر الحياه زي دي, فقالوا الضربه الواحده في الراس كم ضربه في الراس بيوجعني يعني, فلما نيجي كم واحد زي كده يضربه يكتر الضرب علينا, حتى جلد التمساح مرات بتاثر من الجلد يعني. دي نمره واحد. الحياه الثانيه بتاعت رول مودلز, انا طبعا ما مقتنع بموضوع المهدي المنتظر والزعيم الكاريزماتي الراجين عشان يخلصنا من ظلمات الوضع الحالي ابدا. انا بفتكر المسؤوليه مشتركه, مسؤوليه حقتنا كلنا مع بعض. اليد الواحده ما بتصفق, ونحن الليله كلنا صفقنا للسودان, دايرين السودان كله يصفق لنفسه عشان نطلع من الوباء اللي احنا فيه ده. Please remember, if we all help and do a little bit, it will make a big difference.